لا جايز كيفكم؟ نعم يا سادة، تكرر الاشي كمان مرة. متحمس احضر صراحة، متحمس احضر. اخترت الزوجة المستقبلية من بين 100 بنت. طبعا لو مش متذكرين، هذا الجزء الثاني من سلسلة اخترت زوجة المستقبلية من بين 100 بنت. الفيديو الاول كان عظيم، يعني حتى لو تفتح التعليقات، كرامة البنات، المال يقتل الكرامة، الكرامة تبكي في الزاوية، من انجح فيديوهات موفلوكس هذا. اوكي، فقرر يعمل جزء ثاني، خلينا نحضره. اخذني قال لي البس وطلعني بالسيارة. اليوم انا عنده اكبر مفاجأة لأنس. اكبر مفاجأة لأنس؟ كثير متحمس اعرف شو المفاجأة. سيارة؟ في شيء قوي، يعني احلى من سيارة. شو ممكن يكون يا ترى؟ شو ممكن يكون ورا البرداية الذهبية؟ شو؟ مش قادر احذر. 3 فكرة انه البنات صرخوا بس شافوا صح كثير هيك محرج الاشي. هيك كل الفيديو محرج جدا. احسن مفاجأة بالعالم. جايز بتحب انس؟ انس البنات غنوا اي لف انس. يا الله روح، ها احسن مفاجأة. مو ان شاء الله بطلت احكي انا. شو تعال والله تعال، جايب لي 100 بنت، شو بدي فيهم؟ ما بتحب البنات؟ كلنا بنعرف ايش بحب انس. انس بحب البنت المربربه. اوكي انت جبت له 100 بنت، بس شو مواصفات فتاة احلامك؟ مربربه. هو بحب البنت المربربه. اول دور انس لازم اختاره بنت بس على صوته بدون ما يشوف البنت. اوكي، فهي الفقره من الفيديو، انس بختار بنات حسب صوتهم، طبعا بختارهم عشان يصيروا زوجاته. انت اجنبي ولا عربي؟ اجنبي. وير ار فروم؟ اوكرانيا. ولك اي لاف يو. نقطة تبخر المي كم؟ 100 درجة. نقطة ذوبان الحديد 1000. نقطة ذوبان النساء. وير ار فروم؟ وير ار فروم؟ وير ار فروم؟ اجنبية فديتك، تعال اتزوجك. ليش الستاندرد كثير واطي انس؟ تقبل اوكرانيا؟ اكيد. غني حبيبي يا نور العين سيدي خيالي أعيش بسيط. ما بعرف لو أنا بس اللي بموت من جوا بس أشوف بنات بحاولوا يبهروا شاب. كل الحب لأنس، أنت بتعرف قديش بحب أنس. أنس أنت أيقونة في تصبيط النساء، بس هيك إنه تشوف بنات واقفين بصف وبستنوا يزبطوا أنس، ما بعرف مش نوع الفيديوهات اللي بحبه صراحة. أوكي خلص اخترتها، خلص جيبها. بتقول ياس ياس يا شفتوه هو بيحكي خلص جيبها. خلص جيبها. بتقول ياس جيبها. ضاع كويس مان، جيب. اوكي جيب. مرحبا اهلا. قديش عمرك؟ 21. شعرك طويل ولا قصير؟ لا محجب. خلص اخترتك مان. شفت لما انس يحكي اخترتك؟ يا تخيلي انس يحكي لك اخترتك، تكوني من المبشرين بالزواج لانس. حاليا وصلنا للفقره الثانيه، وفقره الثانيه مش قادر احكيها. مستحيل هذا الاشي صور على اليوتيوب جد. سيبكم من انه فكرة الفيديو مش احسن فكرة بالدنيا، ما منحب نطبقها عنا بالوطن العربي، وانا ضد هذا النوع من الفيديوهات كثير. هذا جزء من الفيديو اخوان. يا الله شو استمتعت. يا الله شوفوا هون في موجود 5 وهون 5، وراح اختارهم عن طريق رجلهم. انا قاعد بختار بنات من رجليهم. هدول الشباب اللي بيطلعوا لكم بالمسج ريكوست. حبيبي انس، انا عارف انه ما دخلك، انا عارف انه مو فلوكس هو اللي عمل الفيديو، اوكي؟ بس ما تشارك بهذا الاشي، ما تنقي بنات من رجليهم. فكل واحدة مش مزبطة المناكير ومش مناكير، هاي راحت عليها. ها شو؟ بنات زبطوا المناكير ولا لا؟ لو مش مزبطة المناكير بتروح عليك. اوكي هاي الرجل حاسة غريب شوي، يعني فيها شي غلط. دام انس كيف هالقد صار عندك خبرة بتقييم رجلين النساء؟ مان هاي الرجل هاي مش احسن كواليتي موجود. مناكير لا مش ظابط مناكير. اوكي هاي اخترتها. هاي تعال بشوفها، تعال انس بتشوفك. هلا والله، عشان تعرف اخترت اوكراني من اول مرة. احسنت انس، احسنت. عشان تعرفوا انه اختار اوكراني من اول مرة، هو اول رجلين شافها طلعت رجلين اوكرانية. حد فيكم بيقدر يحكي نفس الشيء عن حاله انه بيقدر ينقي رجلين اوكرانيين؟ الله هاي شفت هاي حركة؟ واو يعني موديل وهيك.
خلص اخترتك. صراحة اختيار جيد أنس، يعني صراحة بين رجلين هذول بتفوز. أنا فاهم ليش اخترت، كتير غريب إني قاعد باكل شوكولاتة هلا بقيم رجلين نسوان. خلص اخترتك. شوفك هلا هلا. شفت شو حطه لما طلعت البنت؟ نو نو. يعني مو فلوكس عارف انه البنت هاي راح تحضر الفيديو، احتمال كثير كبير انها حتحضر الفيديو بعد ما ينزل على اليوتيوب. مش حلوه، مش حلوه الحركه بالمره. يعني فوق انه البنت قاعد يتم اختيارها حسب شكل رجلها، بعدين بدكم تعلقوا على منظرها. النسويه وين؟ النسويه وين عندكم؟ وين هالنسويه؟ هيك لو واحد قاعد بافريقيا يعمل نكته عن النسويات فجاه بيطلعوا له من تحت الارض، بس مو فلوكس يعمل فيديو انه يختاروا نسوان من رجليهم نسويات عادي نو بروبلم. ايش كثير كبيره اشوف كل واحد يتعمل حركة برجليها، شوف مين حركتها أحلى. اختارني أنس، pick me، pick me. أنا شو واقع؟ تدمر شو واقع جد؟ إلى أين؟ اليوتيوب العربي إلى أين؟ فيديو تقييم نسوان من رجليهم، حتى سايدمن اللي هو سارق فكرة الفيديو منهم ما عملوها. بس مو فلوكس كشخص يعني ما بحب يسرق الأفكار زي ما هي، بحب هيك يعطي اللمسة تبعته. رجلين هيك رجلين. كان لازم أختار خمسة واخترتهم، والموجودين هسا هدول أنا ما اخترتهم. أوكي جيبوا برا ما واحد من واحد يلا. أوكي فبعد ما أنس اختار خمس بنات من أصل 10 بنات من رجليهم، بعدين بشوف الخمس بنات اللي ما اختارهم عشان يشوف شو اللي راح عليه. هلو بابا. اوكي. بعدين هيك مو فلوكس هو قاعد بصور هيك بعمل هيك المؤثرات الصوتية هاي انه مان راحت عليك يا برو. اوف راحت عليك. البنت واقفة، البنت واقفة عادي، واقفة كأنه هي موجودة. اوه برو راح علي، راحت عليك القطعة الحلوة هاي. اثنين اثنين ونص. ما بعرف صار عارف اشوفه كثير غريب انه هذول البنات جايين على التصوير. ما بعرف حكيت هذا الحكي اول فيديو، بس انه بنات جايين على التصوير تقول تعمل انه او تحط عشان مش اجمل بنت موجوده. يعني مش تصرف حلو، ما بطلع البنات بصوره حلوه بصراحه. كمان يعني بحط جزء من اللوم كبير على البنات عشان كان في جزء اول قبله فاللي ما كانت عارفه. هلا بتعرف ايش بصير لما تروح تصوير مو فلوجز لما يكون في 100 بنت بهالمرحله. انس لازم يجلس مع بنات وتحكي رومانسيه. افضل جزء، افضل جزء. نظبط القعده، بسم الله نبدا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. كيفك؟ تمام. كيف امورك؟ حاس بعيونك في حزن، بحبك. شو لابسة؟ في ريحة مش عارف. انت شو بتحط؟ حطيت عطر قبل ما اجيتي؟ لا لا، رجعنا على نفس يا اخوان، رجعنا على نفس السالفة، رجعنا على نفس. طلع طلع طلع، هي 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 الفيديو الاول. اوكي ريحتك مش حلوه. ريحتك يعني شوي شوي مش حلو. هو انس عنده شغله، هي كل ما يشوف بنت لازم يسالها عن ريحتها. ما ريحتك؟ طب بدي اسالك سؤال. لو مثلا مثلا ننسي عجرم عملت لي فولو، شو بتسوي؟ لو يوم من الايام انا بدي اعمل عمليه ومحتاج كليه، بتعطيني؟ لا. ما صار لك دقيقتين بتعرفها، صار لك حرفيا دقيقتين حتى ما بتعرفها، انت قيمتها من رجلها يعني. بعدين هلا سالتها لو بتعطيك كليتها، هذا تسلسل الاحداث اللي صار، شو بتتوقع يكون الجواب؟ ليش؟ طب مش احنا راح نكون متجوزين وراح احتاج عمليه، بدي اعمل يعني بدي كليه. ايه لو متجوزين اكيد. بتعطيني كليتك؟ قولي والله. وراح نسيتي. تعطيني كليتك؟ تعطيني كليتك؟ فديتك يا اخي، فديتك. بل ليش قاعد بتدور عن استثمار اعضاء؟ ليش؟ شو لونك المفضل؟ بلاك. انا لوني المفضل اسود كمان. في زواج هون، في زواج هون انس. لا تضيع هاي البنت من ايدك. كل اساسات الحب الناجح، رجليها عجبوك، لونها المفضل اسود، وريحتها كمان ما عجبتك. هسا انا كنت ماشي بشارع. وانت ماشي بشارع شفتيني. بتحبين او لا؟ انت جميل قوي. لا شو نوع السؤال؟ انا شو نوع السؤال هذا؟ ترى مش لابس سماعه، هذا الحكي عم بطلع منه هو، هذا حكي جوفي، اوكي؟ حكي من القلب هذا. كيفك؟ كيفك؟ قول يا شو ها؟ يا ايه مالك في ريحة؟ لا والله ما بقى ما فلوكس، ما حسيت الفيديو شوي مكرر انه كل بنت تطلع لازم يحكي لها شو ريحتك بشعة؟ ملقت صراحة، جد ملقت. اوكي اعمل شغلات جديدة. هي حركة الرجلين حبيتها، حلوة جديدة مش موجودة بالسوق، ما تكررت قبل، بس انه الريحة كثير تكررت. اذا واحد بعطيك مليون بتخوني؟ انا وياك تجوزنا ماشي، واجا واحد حكالك
بتخوني أنس معي وبعطيكي 2 مليون دولار. مثلا 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 هذا السؤال، هذا السؤال وسخ. اشرح لي كيف شفت انك بنت جايبها على الشو تبعك، طبعا بعد ما قيمتوها من رجليها طبعا، تسألوها هيك سؤال؟ عشان السؤال لو تفكر فيه بعمق جد سؤال وسخ. عشان مين باخذ فلوس على هيك شغلات؟ انت شو اللي جابكم؟ هالحلة باللون الحلو. وانت بتحكي لا تكون قريبة لأنه ريحة تمك. يعني اسمع، انا محطوط بمكان حاليا مش عارف الوم مو فلوجز ولا الوم البنات انهم اجوا على التصوير هذا، عشان زي ما حكيت يعني قيمه الحجه لما نزل الجزء الاول بعدين كمان قرروا يجوا على الجزء الثاني، ساعتها هيك انه اوكي سمعت انه في تصوير طيب بس في جزء اول والكومنتس تاعونه ما كانوا حلوين بالمره هالبنات، فانتوا عارفين شو بصير. شو اكثر اكل بتحبيه؟ منسف. اوه قول والله. خلص انا راح اختارك. يس، من العشرة المبشرين بأنس ممكن يتزوجني عشان بحب المنسف. وهذا بيكون وصلنا لآخر فقرة بالفيديو. ياي خلص الفيديو. واو، تعال نشوف التعليقات شوي، نشوف رأي الناس بعدين أحكي لكم رأيي. رأيي أظن أنتوا عارفينها، بس يعني ما شاء الله كمية الرخص اللي عند البنات. لفت نظري بالفيديو خجل أنس رغم جرؤته لكن بالواقع خجول. ما بحس ممكن مش متعود ينقي بنات من رجليهم، يعني صراحة لو ما لقيته متوتر كان استغربت. كرامة كرامة. معظم التعليقات عن كرامة البنات وشو ما يكون إنه تصرفات البنات وهيك. شوفوا رأيي تغير، رأيي تغير عن آخر فيديو. هلا شوف أول إشي بدي أحكي، شو ما يكون إشي قدامك ما تعلق على عرض حدا أو كرامة حدا أو شو ما يكون، أوكي؟ يعني ما بتعرف ممكن يوم من الأيام تنحط بموقف مش حلو زي هيك، بس يعني بكل صراحة كمان بلوم البنات كمان عشان تعرفوا إنه في تصوير، وغالباً نبعت لهم مثال على نوع الفيديو اللي راح يتصور، وغالباً المثال كان الفيديو الأول، إذن شافوا نوع الشغلات اللي بتصير بالفيديو ونوع التعليقات اللي بتيجي على الفيديو، هم حطوا حالهم بهذا الموقف. صراحة ما عمري حشوف عادي إنه شاب يطلع يسأل بنت هل بتخوني زوجك مليون دولار، عشان انه سؤال وسخ. ونوعا ما بشوف تسلسل الاحداث تاع الفيديو كامل بذل البنات، انه يقعدوا يغنوا اي لوف انس حتى لو بزح طيب، بعدين يكونوا صافين طابور عشان انس يقيمهم من صوتهم، بعدين يقيمهم من رجليهم. يعني ما بعرف، تخيل انت كأنثى تخلي شاب يقيمك من رجليك، يعني ما بعرف مش هالموقف الحلو لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. يعني بسأل حالي بكل طريقه شو الاشي اللي اقنعه يصور هذا الفيديو، عشان لا منظر حلو قدام شركات ولا منظر حلو قدام ناس، فيديو تقييم بنات من رجليهم. قولي اراكم انتم بالتعليقات. هاتك الفيديو اليوم لوف يو جايز.